النهارده بنحتفي بالمؤتمر الصحفي للدوره الـ24 من مهرجان الاسماعيليه، وهو يعتبر اعرق المهرجانات للافلام التسجيليه والقصيره في العالم العربي كله، مهرجان عريق له تقاليده. هذه الدوره الـ24 اللي باذن الله هتقام في الفتره من 14 الى 20 مارس بمدينه الاسماعيليه. السنة دي بنحتفي بالأفلام العابرة للنوع اللي بيحصل فيها تداخل للأنواع، بنحتفي بالأستاذ الكبير محمود عبد السميع كمكرم، والمؤرخ والناقد الكبير أستاذ محمود علي، اثنين من كبار المؤثرين في الحركة السينمائية التسجيلية والقصيرة. المهرجان الأهم على الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة بيتم تسويقه، مش يعني ما تقدرش تتعامل معاه على إنه بيتم تسويقه أو الترويج عنه يعني كسلعة مثلا، لا، هو تسويقه بينبع من عدد الدول المشاركة في المهرجان ويتواجد صناع الأفلام دي، لأن ده بيخلق تبادل ثقافي بين صناع الأفلام من الدول الأجنبية وصناع الأفلام في مصر، وبيبقى فيه مساحة للتعامل المباشر مع بعض والنقاش ومن خلال الندوات والعروض. عندنا في دورة هذا العام يقرب من 100 فيلم بين متوزعين بين مسابقات المهرجان الأربعة: مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل، مسابقة الفيلم التسجيلي القصير، مسابقة أفلام التحريك أو الرسوم أو الأنيميشن، ومسابقة الفيلم الروائي القصير. بالإضافة للمسابقات عندنا برامج خاصة عديدة، في كمان ألمانيا هي ضيفة الشرف هذا العام، وفي برنامج حافل للسينما الألمانية، عندنا برنامج خاص للأفلام العابرة للنوع اللي هي بين التسجيل وبين الروائي والتحريك، عندنا برنامج آخر الفيلم القصير جدا اللي زمنه لا يتجاوز دقيقة أو دقائق معدودة، وغيرها من البرامج الخاصة يعني اللي هي بتكمل أفلام المسابقة.